ما نحن بحاجة إليه هو مشروع نهضوي لا يهتم فقط بالهاردوير. البنية الأساسية أمر مطلوب وفي غاية الأهمية أن تشبع حاجات المواطن، ولكن السوفتوير اللي هو إعادة الهندسة المجتمعية، إعادة بناء تفكيك وإعادة بناء مؤسسات التنشئة الاجتماعية من كيفية تربية الطفل، نظام تعليمي جديد والانتقال من التعليم إلى التعلم لأن بارادايم التعليم تغير بشكل جذري، نظام إعلامي جديد يدعو إلى التمايز ويزرع قيم التسامح وقيم الحوار وقيم العطاء، خصوصا في دولنا ذات الاقتصاد الريعي زي البلد الليبي الذي تحول من اقتصاد ريعي إلى ثقافة ريعية تأخذ ولا تعطي. فقضية البناء لابد أيضا من تغيير هذه البنيوية الثقافية، ثم إعادة فهم للدين، إعادة فهم لتراثنا.